السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. عاملين ايه؟ كلكم طيبين، كل حاجة. يا رب كلكم تكونوا بخير دايما، وتبدأوا السنة الجديدة بسعادة وتفا؟ل وحب ونبطل، ها نبطل، يلا ما علينا. الفيديو بتاع النهاردة هيكون كله ببراند واحدة من عند فوريفر 52. دي البراند اللي انا هعمل منها اللوك كامل. طبعا تعرفين قد ايه بحب البراند دي وقد ايه استخدمتها، وانا تقريبا من اول الناس اللي استخدمتها في مصر، وكنت بشجع البراند دي جدا. وانا بالنسبة لي عايزة اديكم نبذة بسيطة عن البراند دي قبل ما اتكلم عنها. اول حاجة، هو في متابعة اللي طلبت مني اني اعمل لوك كامل ببراند فوريفر 52، وانا اصلا كان في دماغي، فعلى طول رحت قلت يلا هو ده الوقت صح. البراند دي تصنف ككواليتي هي بين الهاي اند والدراج ستور، فهي عادي اوريدي ممكن نستخدمها احنا كميك اب ارتست مع العملاء لو فيها منتجات كويسه، وفي حاجات فيها اصلا الجوده بتاعتها حلوه جدا جدا جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه، المسكره بتاعت الحواجب اللي كلكم سالتوني عليها، اللي بتتقل الحواجب، واسمها ايه؟ اسمها ماي لاش سيروم. انا هقربها لكم كده، خدوا منها سكرين شوت وهسيب لكم الجروب اللي انا بجيبها منه على الفيسبوك، اسمها ماي لاش سيرو، فهي فظيعه طبعا. واتكلمت عنها وقلت لكم ان هي بتقل لي حواجبي جدا جدا جدا. قبل ما ابدا اللوك، في بنات كتير طلبوا مني مفضلاتي ل 2019 والحاجات اللي ما حبيتهاش ل 2019. قبل كده عملت الفيديو قلت لكم ان كل حاجه بستخدمها هي انا فعلا بحبها، يعني علشان اطلع مفضلات هطلع لكم كميه برودكت كبيره جدا، لان انا من الناس اللي ما بحبش استخدم حاجه وهي مش عجباني، فالحاجه يا عجباني يا مش عجباني، ما عنديش في النص عشان اقول لكم في مفضلات. فهمتوا قصدي؟ اما البرودكت بقى المفضله بالنسبه لي اكتر بتكون البرودكت الهاي اند، لان ايدي عليها اكتر، او يعني علشان شغلي وكده، بس مش اكتر، عشان ايدي بتروح عليها معظم الاوقات. دي حاجه. تاني حاجه، عملت فيديو السنه اللي فاتت اللي كان الغير مفضلات سنة 2019، وطبعا الفيديو ده جالي من وراه مشاكل كبيرة جدا جدا. في كلمة كانت قالتها اليوتيوبر الجميلة لوجين الضفيري، قالت انا عندي حاجات كتير مش مفضلة لكن انا مش بحب اقولها علشان ما اعملش طاقة سلبية في القناة عندي، وحرام الناس دي برضو بيجيلها رزق، فاحنا حرام نوقفه. الكلمة دخلت دماغي جدا، ده ملوش علاقة بالمصداقية ولا بأي حاجة تخص مصداقيتي في الشغل. الحاجة اللي ما بحبهاش هتلاقوني بقول لكم عليها في الكومنتس، ممكن يعني ارد على بنت في المسجات اقول لها لا هاتي ده او ما تجيبيش ده، لا ده كويس او ده لا. ممكن وانا بستخدم البرودكت وانا بستخدمه اقول لا ده ما عجبنيش فهستخدم ده، فده بالنسبة لي كافي جدا، ملوش علاقة اني اعمل فيديو كامل ايه المفضل ليا خلال السنة وايه اللي غير مفضل ليا في خلال السنة. واصلا كل اليوتيوبر العرب تقريبا عملوا نفس الفيديو، فتقدروا تستفادوا برضو من فيديوهاتهم، مفيش اي مشكلة. وانا كالعادة الحاجة اللي بتعجبني بقول عليها في الفيديو مباشرة، واللي ما بتعجبنيش برضو بقول عليها. برضو النهاردة احنا هنستخدم منتجات من عند فوريفر 52، وبرضو في الفيديو ده هقول ايه الحاجة اللي حباها وايه الحاجة اللي مش حباها، او ايه الاحسن من ايه اللي وصلني في البراند. يلا عشان ما اطولش عليكم ويكون الكلام كتير، الحاجة الاخيرة بس اللي عايزة اقولها يا جماعة، انا لما بطول في الفيديو مش بطول في الفيديو وانا واقفة ببتزل، يعني مش بعمل حاجة مبتزلة. لما بطول في الفيديو بطول في الفيديو عشان اقدر اديكم اطول اكتر معلومات ممكنة. في بنات تانية اول ما بقصر في الفيديو، قصرتي كلتي الحتة دي كنا عايزين نشوفها بالتفصيل. في الحالتين مفيش حد بيعجب حد، وفي الحالتين مفيش حد بيقدر تعب ومجهود اللي قدامه نهائي، الا طبعا من رحم ربي. فانا عايزه اقول لكم ان الفيديو بحاول بقدر الامكان اصغر الفيديو، واللي حابب يشوف الفيديوهات بتاعتي كلها افاده ينورني، واللي مش حابب يشوف الفيديو في حاجه اسمها سكيب، او انك تجري الفيديو شويه لو انت بس الحته دي مش عاجباكي، فممكن تجري شويه الخطوات لو انت ملمه بكل المعلومات ومش عايزه تاخدي اي فايده من الفيديو بس حابه تاخدي التكنيك، فعادي كده 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 من الجنب بيعدي 10 ثواني او 5 ثواني على حسب ما انت مظبطه الفيديوز بتاعت اليوتيوب بتاعتك. يلا بينا نبدا اللوك بس كده، يلا نبدأ. بقول الكلام مرتين عشان انا مش عايزة اطول في الفيديو. يلا اول حاجة خالص هنستخدمها من فوريفر 52 هو السيروم ده اللي اسمه جلو شاين. انا مثبتة مستنية لما يبطلوا كلام وبنتي تجري ورا القطة والعربيات تعدي في الشارع عشان تبقوا تقولوا لي
انا بتعب في شغلي. ده السيروم اسمه جلو تشاين من عند فوريفر 52. السيروم دوت السيروم ده عجبني جدا 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 لما استخدمته بس مرتين مش كتير، بس هو حاجه كده بتدي ترطيب ومناسبه جدا جدا للشتاء. واي ثينك ان اللي جواه ده جولد، فيعني انا حبيته قوي يا جماعه. ده كمان بغض النظر عن انه بيخلي البشره تاكي شويه، يعني بيلزق عليه الفاونديشن، فحبيته عشان كده. في بنات بقى عماله تقولي اسماء انتي سمرتي من ايه، اسماء انتي بيضيتي من ايه، قولي لنا بتستخدمي ايه. انا ولا بسمر ولا ببيض يا جماعه، انا بعلي اضاءه الاضاءه اللي قدامي او بغطيها على حسب ما بكون عايزه اظبط الوان الاي شادو. بس كان طبعا الناس اللي قابلتني في الحقيقه عارفين ان انا والله لوني ما اتغيرش غير مره واحده في السنه لما كنت بصيف. كمان تقدري تحطي السيروم تحت العين مفيش اي مشكله. السيروم ده وهم، تقدروا تجيبوه اصلا للبرايدل تقدروا تجيبوه للعرايس. عجيب عجيب والله العظيم، حلو قوي وما بيفرولش وما بيبصش وفظيع. ده اول حاجه استخدمتها. احلى حاجه من فوريفر 52 انهم في الفتره الاخيره اهتموا بالبرودكت اللي بتحط على السكين كير، دي حاجه مفرحاني جدا. اللي انا هستخدمه دلوقتي حاجه اسمها الكسير من عند فوريفر 52. الالكسير ده نفس الموضوع بالظبط، هو حاجه بترطب البشره وبتظبط لك يعني بتعمل لك توازن في الترطيب في العموم. تقدري تكتفي بالالكسير كميك اب بيس كمان على البشره، بس ده خفيف عامل زي الميه، يعني ده ممكن نحطه قبل السيروم لان السيروم شويه تاكي عنه، يعني بيلزق كده شويه. فانا هحط نقطه بس في كل حته وهبتدي بقى ادخل بالالكسير ده تحت العين، لان جربته تحت العين ترطيبه عميق عميق جدا. انا مش عارفه البرودكت ده ليه ما حدش اتكلم عنه. بصوا بقى المنتجات ملهاش اي روايح، ملهاش اي سايد افكت، ملهاش اي يعني مفيش حبوب، مفيش مشاكل بتطلع منها. واظن برضو ان الاسعار بتاعه البراند دي مش رخيصه قوي، هي بالنسبه للبنات رخيصه وبالنسبه لبنات تانية مش رخيصه. بحطه هنا في الاماكن دي في نفس الوقت. لا يا ربي، ده بيلزق الوش اكتر من السيروم. عجيب، انا اقول لكم انا حاسه بترطيب عامل ازاي على بشرتي مش هتصدقوا. المنتجين دول اللي هو اسمه الكسير الديلي لايف، ده اسمه مكتوب عليه كده، والتاني اسمه جلو تشاين. الاتنين دول حلوين جدا جدا، اللي هو اسمه ده جولد ووتر وده اللي هو ديلي لايف. تمام، رطبنا البشره. عايزه اديكم نبذه بسيطه عن البرايمر، زي كل حلقه بعملها بقول لكم دايما على البرايمر حتى لو انا مش هستخدمه. البرايمر ده اللي هو المات فاين من اللي هو الجل اللي هو ده. البرايمر ده اصلا عليه ريفيوز كتير حلوه جدا جدا جدا، من احسن انواع البرايمر السيليكون اللي ممكن تستخدميها بسعر كويس بكواليتي حلوه قوي. البيز السيليكون، بس البرايمر السيليكون لما بنيجي نحطه احنا ما بنعملوش لا بطريقه دائريه ولا بنمسحه على كل الوش، احنا بندخله جوه المسامات في المنطقه بس اللي انا محتاجاها، بلاش على كل البشره. ودي معلومه حبيت اديها لكم عن كل انواع البرايمر السيليكون بتستخدم بنفس الطريقه. فاللي حابه بشرتها بقى تكون مات وما تكونش فيها زيوت او كده تقدر تستخدم البرايمر ده من عند فوريفر 52 الجل. بعد كده هبتدي استخدم الفاونديشن. طبعا كلكم عارفين ان انا هما اتنين فاونديشن بس بحبهم من عند فوريفر 52. واحد ما بينزلش مصر او تقريبا هو كان ليميتد اديشن، كان فول كفرج، كان فظيع وكانت التغطيه بتاعته حلوه جدا، كنت بقارنه بانجلوت الاتش دي. اما دلوقتي احسن حاجه بحبها خالص فاونديشن عند فوريفر 52 هو البي بي كريم اللي هو ده. هو مش بي بي كريم، هو يعتبر بي بي فاونديشن لان هو ليه تغطيه، وهو الفينش بتاعه حلو جدا. برضو شوفوا الريفيوهات على المنتج اللي انا بتكلم عنه، يعني مش بس عشان انا بتكلم عنه تروحوا تجيبوه، لا شوفي الريفيوهات. الريفيوهات حلوه جدا عن البي بي ده، حلوه قوي. انا هستخدم منه درجه غامقه عشان انا بتكون احلى فيا، ماشي؟ وبدل ما اقعد اعمل كوركت وبتاع هوريكم بس هعمل كوركت فين. بما انه بيبي هيتوزع بسهوله فممكن احط
نقاط مختلفة على بشرتي، وهوريكم انا افضل كوريكتور عندي اصلا في العموم في الفترة الاخيرة، وعلى فكرة بستخدمه للعرايس وبستخدمه في الكورسات. هو الكوريكت ده من عند فوريفر 52، بعشقه. عندهم منه الاخضر واللي على مشمشي او اورنج، ده اخد منه بس كمية بسيطة هنا كده. وهستخدم الفرشة دي رقمها L103، هي فرشة باودر، دي من عند السيد بتاع جيسب. عايزة اقول لكم ان انا بحب السيتس دي جدا من عند جيسب كاستخدام شخصي. دي براش للباودر عادي، انا بستخدمها للفاونديشن عادي جدا. ده تقريبا البيبي كريم الوحيد للتغطية بتاعته، بجد اقدر اقول عليها عالية. بحب الافكت بتاعه جدا جدا على البشرة، ولا بيخش في خطوط بقى ولا بيعمل الحاجات دي. الدرجة اللي انا استخدمتها رقمها 2. انا ليه بحط لكم المنتج كتير كده قدام الشاشة؟ عشان تاخدوا منه سكرين شوت. بعد كده هستخدم بلندر دي من عند فوريفر 52، حلوة جدا جدا. بصوا ده هي كده وهي ناشفة، تعالوا بقى نبلها. بصوا بقى لما بلتها بقت قد ايه، بصوا طريقة ازاي. دي بجد عاملة زي المارشميلو بالظبط، يعني التشبيه حقيقي. البيوتي بلندر بتاعت فوريفر 52 الأخيرة اللي بعتوها لي دي حلوة قوي، هي فيها بس ديفو واحد ان هي شوية بتشرب المنتج. وهوريكم لما تكون سبونش عندكم من اللي بتمتص البرودكت قوي دي، هوريكم انا بحب اعمل بيها ايه في الاخر خالص. بعد كده هنيجي لمرحلة الكونسيلر. مرحلة الكونسيلر للأسف انا من عند فوريفر 52 ما عنديش اي كونسيلر اللي هو لوحده خالص كده ده، تمام. انا عندي اللي هم دول اللي هم مربعين دول، دي مش بحب الكواليتي بتاعتها تحت العين، لكن بحبها كونتور او اني اعمل بيها كوريكتور مفيش معاها مشكلة. فدي تقدروا تكون البديلة بتاعت كريولان لان التغطية بتاعتها عالية، بس هي كريمية شوية فممكن شوية تخطط تحت العين مع الناس اللي بتتضايق من الموضوع ده. فانا بس هستخدم النهاردة الحاجة اللي هتطلع برا الموضوع، هو الكونسيلر بتاع لوريال انفيلابل. هستخدم الدرجة رقمها 324 من عند لوريال انفيلابل. كنت قلت لكم المره اللي فاتت على الكونسيلر ده هنشوف بيعمل ايه مع التصوير. عجيب مع التصوير، ولا كان في حاجه، احنا ممكن نعيش حياتنا نستخدمه. بس ملحوظه، البنت اللي وشها بينشف لا، يعني بنت وشها بينشف منه بلاش. وهبتدي اعمل هايلايت بالكونسيلر، وده بقى اللي بيسمح لي اني اعمله كتير لما اكون حاطه فاونديشن غامق. حط فانديشن غامق واعمل هايلايت براحتي بالكونسيلر، او اعلي التغطية براحتي بالكونسيلر، فهمتوا قصدي؟ بعد كده هنبتدي نثبت الكونسيلر او اتابه عشان بينشف بسرعة زي ما احنا قلنا. شوفوا التغطية بعد الكونسيلر وتحسيتوا ان لون الوش اتعادل، لكن ان الفاونديشن كأنه عامل لي كونتور لوحده، يعني شايفين ده لون الفاونديشن الاصلي. حط فاونديشن غامق يعمل لي كوريكت، ما يحتاجش طبقة كبيرة، وفي نفس الوقت اروح اعمل هايلايت بالكونسيلر كأني عاملة كونتور بالظبط. بعد كده هبتدي اخد اللون اللي على اورنج شوية ده وهستخدمه كبلاش. تقدري تستخدمي اي كوريكتور اورنج عندك كبلاش، ما تجيبيش بلاش كريمي اصلا. على فكره في بلاشرات كريمي حلوه ورخيصه من سيفورا ومن اتش اند ام، تقدروا تجربوهم هيعجبوكم جدا. بس انا بقى دي مور كفرج، يعني هي في نفس الوقت بتعمل كان انا حاطه بلاش كريمي لكن بيغطي زياده مش بيمسح اللي تحته. بالنسبة بقى للكونتور بتاع الانف شوية، هاخد من اللون الاغمق سيكا ده مع ده، يعني هخلط الاتنين دول مع بعض وهبتدي اعمل كونتور. انا في الطبيعي عندي اعوجاج شوية في المنطقة دي من الانف، انا لو عندي اعوجاج شوية في النوز من هنا انا بحاول ارجعها من الجزء ده، لكن ما بحطش بقى هنا
كونتور، لان لو حطيت هنا كونتور المكان ده هيخش لجوه اكتر، لكن المفروض في المكان التاني ده اروح بقى اكنتر جزء بالكامل. كمان المنطقة دي عندي داخلة لجوه شوية، المنطقة دي خارجة لبره شوية. اللي عندي مش اعوجاج في الانف قد ما هو في عظمة الخد. يعني انا عندي الكسر اللي كان الحادثة اللي حصلت لي في وشي كانت في المنطقة بتاعت الخد، في المنطقة دي داخلة لجوه، والمنطقة دي زي ما انتم شايفين هتلاقوها طالعة لبره. عشان كده انا مش كتير بشرح كنتور الانف عشان ملخبطش البنات معايا، فهمتوا قصدي؟ بس حبيت برضو اشرحه لكم النهاردة. بحب دايما المنطقة دي اقللها او اقصر الشكل بتاع النوز بكونتور غامق من هنا. وانا شايفة يعني الدنيا حلوة وكل حاجة، حتى لو في بنت عندها مشكلة زي او كده، حبي نفسك والله، حبي نفسك هتحبي كل حاجة. انا قعدت فترة طويلة مناخيري عاملة لي ازمة نفسية وعايزة اعمل عملية تجميل، لكن دلوقتي يعني خدت على الموضوع بصراحة اكتر حب الناس، وانتوا اللي اديتوني ثقة في نفسي زيادة بصراحة. فأي بنت عندها مشكلة زي دي عادي اعملي نفسك مش شايفة، تحسوا ان هي بحاول اجيبها كده. بعد كده دايما بالبيوتي بلندر روحي خففي وعيدي على الدنيا كلها عشان ما يكونش الشكل فيك. وبغمق كمان الجزء ده لان الجزء ده غاير عندي والجزء ده لأ، فبغمقه سيكا وبالبلندر ونتبتق. باجي في النهاية كده احط نقطة كونسيلر في مدمع العين من هنا، ابتدي افتح شوية من عند المنطقة اللي غايرة، افتح اطلعها البرة. المنطقة دي هدمج بطريقة عشوائية او هخفف فيها الكونسيلر شوية، بس هخليه زيادة هنا عشان يحاول يعدل الدنيا. بعد كده ندخل على الباودر. الباودر اللي موجود عن فوريفر 52 كتير. انا ايه اللي عندي دلوقتي اللي هستخدمه واللي انا بحبه؟ انا بحب جدا الباودر اللي عندهم اللي هي ترانسبيرنت، اللي هي ملهاش لون، اللي هي دي. ولو تاخدوا بالكم يا جماعه في علامه كده مربعه على كل البرودكت اللي انا بستخدمها، العلامه دي بتضمن لك ان المنتج اصلي، لان انا نفسي مسكت في ايدي برودكت كتير كوبي لفوريفر 52، فهي عشان براند ما شاء الله كبيره وحلوه وناس كتير قوي بتستخدمها، والبراند دي على فكره من احسن البراندات اللي موجوده بره مصر وجوه مصر، فالبراند اصلا بيتعمل منها كوبي، فخدوا بالكم دايما من العلامه المائيه اللي بتكون موجوده على البرودكت. انا هستخدم الترانسلوسنت او اللي هي الشفافة تحت العين، وممكن استخدم دي، هي مش بنانة قوي على فكرة بتاعت فوريفر 52 على كل الوش، بس هي مش بنانة، هي صفرة، باودر صفرة مش بتغمق. هفهمكم الموضوع ده لما نروح عنده. يلا هتبتب تحت العين كده، بس دي بقى بتعمل شكل شوية بتعكس الضوء تحت العين، يعني بحسها مغيرة شوية، بس انا هوريكم بقى انا بعمل ايه. اول حاجة نظبط الخطوط وتدوت الباف سبونش بتيجي فيها زي ما انتوا شايفين، ما جاتش من سامر، شايف يا سامر فوريفر حاطين سبونشة. وابتدي اطبطب الباودر تحت العين، انا بحب تحت الباودر، خلاص هي كمية واحدة اللي باخدها تحت العين، وبفضل اطبطبها لحد ما اتأكد ان هي اول ما الباودر تختفي ده معناه ان خلاص الكونسيلر اتشربها وثبت في مكانه. لكن الكيلو بودرة تحت العين وكيلو بودرة على المناخير وكيلو بودرة في الدقن وعلى، وترجعي تقولي لي اصل فاونديشن كتل، اصل فاونديشن كلكع. طب ما احنا بنشوفهم بيعملوا كده على السوشيال ميديا، ما بيكلكعش معاهم ليه؟ عشان اللي بيحط حد محترف، هو عارف يحط ازاي، لو كتر او قلل هو مش حد مبتدئ، فهمتوا قصدي؟ وبعد كده على طول باخد براش اشيل كل الزياده بتاعت الباودر. الباودر دي لما بتحطيها تحت عينك كانها مش موجوده. وبعد كده هروح باللوس باودر الصفرة من عند فوريفر 52. دي مش بنانة يا بنات، هي بس صفرة لكنها مش بتغمق الوش، فهمتوا قصدي؟ واللي حاسه ان هي بتغمق لها وشها شويه عادي ممكن تروحي تخلطيها مع الفتحه اللي حطيناها تحت العين. انا باخد منها شويه بدلقهم كده على الاسبونشه
وبعدين بتني الاسبونج دي اتنين وببتدي اعمل لها كده لحد ما دخل الباودر جوه الاسبونج كلها كويس جدا. وبعد كده خلاص ببتدي بقى اثبت الوش. انت مش هتشوفي باودر لكن الوش هيتحول معاكي المات او ما بقاش بيلمع او بيلزق. دايما كتروا الباودر في المنطقه بتاعه الحجاب زي ما قلت لكم، وبفرشه كبيره اشيل كل الزياده من الباودر. الباودر دي برضو حلوه جدا، يعني انا بحبها قوي واختي بتحبها قوي، بس في عنها ريفيوهات ان بنات ما حبتهاش، مش عارفه ليه، يعني مش عارفه ايه السبب او استخدموها ازاي، بس انا بحبها جدا، حلوه بجد معايا. زي ما انتم شايفين اصلا الافكت بتاعها على البشره لوز جدا. بعد ما خلصنا البشره هنيجي دلوقتي على مرحله رسم الحواجب. اول حاجه هستخدمها خالص هي الماسكارا الشفافه دي من عند فوريفر 52. الماسكارا دي يعني ما بتعملش حاجه، المفروض ان انا بسرح بيها شعر الحاجب كده ولا كانك عملتي حاجه، ولا حتى بتنشف الحاجب شويه. اللي بحبه فيها انها بتشلي الباودر من على الحواجب، يعني لما يكون عامله البشره في الاول كده وفي باودر على الحواجب هي بتشيل الباودر من على الحاجب، وزي ما انتم شايفين لونها ابتدى يرجع تاني، فاوكي لقينا لها استخدام لوز قوي. بعد كده هستخدم قلم الحواجب ده من عند فوريفر 52 اسمه سوبر اي برو بنسل اللي هو ده، وهبتدي استخدمه الدرجه بتاعته ان شاء الله باذن الله 6. طيب نبذة بسيطة كده عن القلم بعد ما رسمت بيه حواجبي. مبدئيا ما مش عجبني القلم بيرسم وبعدين بيمسح نفسه، القلم مش حلو ابدا، يعني الكواليتي بتاعته حتى غير مقبولة. نيجي بقى للحاجات اللي بحبها في الحواجب عندي من فوريفر 52. خلوني برضو اقول لكم على الحاجات الكويسة لاني هرجع اكمل رسم حواجبي بيه. هو الجل اللي بيكون زي ده كده، والمفضل عندي رقم 3 ده بالظبط، ده الدرجه اللي بحبها جدا. وطبعا الووتر بروف ده درجه رقم 7، فدول بعشقهم من عند فوريفر 52، وعلى فكره بستخدمهم للعرايس ولنفسي ولكل حاجه. هستخدم فرشه الحواجب من جيسب رقمها 207، والفرشه دي معلومه للبنات بتتباع لوحدها، يعني تقدري تشتري البروش بس. بعد كده هدخل على الاي شادو، وهبتدي دلوقتي بعد ما رسمت الحواجب. طبعا انا ما عجبنيش القلم ورسمت بالجل والاقوى، وهحط هنا نقطتين كده بس من الكونسيلر بتاع لوريال، وهحاول اخلي البيز يكون فاتح كده شويه عشان الالوان تظهر معايا وتبقى حلوه بالنسبه للون الانتقالي اللي هنا. ويلا بقى نبدا اللوك. اول حاجه اكلمكم عليها قبل ما ابدا هي باليتات الاي شادو من عند فوريفر 52. طبعا احنا كلنا عارفين جوده الباليتس دي قد ايه، مش محتاجين ان انا اشكر فيهم بجد، الجوده بتاعهم والكواليتي بتاعتهم احلى بكتير بكتير من براندات غاليه وملهاش لازمه بصراحه. فانا بالنسبه لي الاي شادو بتاع فوريفر 52 انا اصنفه ك حاجه شيك، حاجه بجد بتدي نتيجه وبتدي بيجمنت وثبات وقوه في الالوان، واي حد يقدر يشتريها بسبب اسعارها الحلو. اما الباليتس الجديده بقى اللي هي من عند فوريفر 52 لازم اوريها لكم، هي اللي بتكون ماجناتيك زي دي كده، اللي هي عامله زي الباليتس بتاعت انجلوت، شكلها بيكون كده. انتوا طبعا شايفين الالوان، يعني مش محتاجه ان انا اتكلم عليها خالص. انا هستخدم الدرجه، هي فين الدرجات المفروض اللي زي كده النهارده، اوريكم كمان
دي برضو نفس الباليت بس دي كلها بتكون اي شادو شيمري او في لمعه قويه كمان مش اي حاجه. هوريكم كمان عندي باليت فيها الالوانات الغامقه، فانا عايزه اشتغل النهارده اللون يكون فوق العين، لون البتاع اللي انا لابساه ده اللي هو اصلا مستوحيه منه اللون، الالوانات اللي هتكون شويه على كشمير زي كده، هيخش معاها النبيتي، هيخش معاها الموف ده. يلا نبدا يا ولاد. هقول لكم الاول على رقم الباليتتين اللي انا هشتغل بيهم. اول باليت رقمها 4 اللي هي اللي فيها الالوان الزرقاء اللي هي دي رقمها 4، والباليت التانية رقمها 2. طبعا احلى حاجة فيهم لا بتتقطم بقى وتفتحيها ولا تبوظ منك، هو بس انا بفتحها وبقوم حاطه الاتنين على بعض بيمسكوا في بعض من ورا كده كده، والباليت تبقى مفتوحة قدامك في الشغل كويس. انا عايزة اقول لكم الباليتات دي يعني حاجة فظيعة. كمان هقول لكم على حاجة، انا وانا بشتغل دايما بمسك الباليت مريحاني، يعني هم عاملينها لحد بروفيشنال، بمسك الباليتس كده بحط الباليتتين على بعض، هم اوريدي ماجناتيك فمسكوا في بعض، فبحط باليتتين او تلاتة على قد ما ايدي تشيل، وعندهم الصغيرين كمان بتاعت الباليتس، بمسكهم كده وبشتغل بيهم سهولة في الاداء. فهمتوا قصدي؟ اول حاجة هاخد فرشة فلافي كبيرة كده وهبدأ باللون ده كلون انتقالي فوق العين، وكلمة لون انتقالي او transition color هو اللون اللي بينقلك من اللون الفاتح للون الغامق عشان ما يكونش باين ان الشادو بتاعك مخطط. زي ما علمتكم طريقة الاي شادو، الحمد لله انا بنات كتير كلمتني عن طريقة دمج الشادو اللي انا علمتها لهم وكانت معهم كويسة، انهم يطبطبوا الاول اللون في المكان وبعد كده يدمجوا اطرافه بطريقة دائرية. وافضل اتقل اللون، هو هو نفس اللون اللي انا بحطه، طبعا باينه جوده الاي شادو من غير ما اتكلم. ده كله لون واحد بس، هو لون الانتقالي واحد بس. بعد كده هبتدي ادخل باللون الاغمق شوية من الباليت اللي هي رقمها 4 اللي هو اللون ده اللي على موف، واصغر الفرشة بتاعتي شوية عشان زي ما قلتلكم ندرج الالوان، يبقى لازم الفرش تكون مساعدانا على الموضوع ده. وهبتدي ادخل اللون اللي على موف ده لجوه شويه، وبعد كده هاخد اغمق درجه من الباليت رقم 2 اللي هي اللي على موف قوي دي بفرشه كده تكون مبططه شويه زي اللي انتم شايفينها، وهبتدي احط اللون ده فوق جفن العين في النص كده بالكامل. شايفين البيجمنت؟ ومن غير ما احط ولا لون غامق، كريمي تحت الاي شادو، يعني دي الوان الاي شادو بيور كده. وهرجع بقى باللون الانتقالي اللي هو اول واحد انا كنت شغالة بيه، ادمج بيه اطراف الالوان مع بعض. عايزه اقول لكم ملحوظه يا بنات، ملحوظه الشادو اللي انا بطلعه لبره،
امتى تعملي كده وامتى ما تعمليش كده. الشادو دايما بنسحبه لبره مع بنت يكون وشها مدور وعينها شويه نعسه، او عايزين نشد جفن العين اصلا حتى لو عينها مش نعسه، بس انا قصدي اشد جفن العين شويه. اما البنات كتير وشهم رفيع وهتلاقوا المنطقه دي غايره داخله عندهم لجوه، دي ما ينفعش معاها خالص ان احنا نطلع الاي شادو لبره، لانك اول ما بتطلعي الاي شادو لبره حرفيا الوش بيتطبق من هنا زياده وبيقلل في حجم الوش اكتر، وبيكونش شكله ظريف لما بتكون العظمه دي بارزه. فحبيت اقول لكم المعلومه دي لاني قلتها في الفيديو اللي فات بس الكاميرا ما طلعتش بتصور، فتاكدت المره دي ان هي بتصور وقلت اقول لكم المعلومه. وكالعاده الاذان كان بيأذن عملت العين دي وهعملها معاكم ازاي نعمل سموكي اندر اي بالوان ملونه عادي جدا. اول حاجه خالص، في بنات دايما بتشتكي ان عندها الالم الكحل، مش عندها الاي شادو مش بتعرف تحطه تحت العين، ودي مشكله. اول حاجه خالص هنصحك بيها انك لازم يكون في حاجه كريمي انت بتحطيها جوه العين وتنزلي بيها على اللاين بتاع الرموش شويه، ادمجيها وبعدين روحي ثبتي عليها الاي شادو، في ثواني هتلاقي الاي شادو سبت معاكي وبقى كويس واللون بتاعه بان. طب لو انت اصلا مش عايزه تحطي كحل جوه عينيكي عادي جدا، خدي اي قلم اي كونتور غامق عندك حطيه على اللاين تحت خط الرموش، ادمجيه بالراحه وبعدين طبطبي عليه بالاي شادو، هتلاقي الاي شادو بيجمنت جدا وباين معاكي جدا وشكلك هيبقى بيخض كده وجميل. تمام، يلا بينا هنعمل العين الثانيه. استخدمت قلم الكحل من عند ريميل لندن، وعلى فكره يعني على فكره انا بريت القلم والبرايه برضو من عند فوريفر 52 على فكره يا جماعه، عندهم برايه من اللي فيها مقاسين اللي هي الحجم الكبير والصغير عشان لو حد مش لاقيها زي انا دايما مش بلاقيها، وعايزه تشتريها عشان تبري بيها اقلامك. القلم الاسود من ريميل لندن يجنن. وبعدين هحط كحل فوق في عيني من فوق، بعد كده هاخد فرشه بنسل صغيره وابتدي ادمج بيها القلم الاسود اللي انا حطيته تحت العين ده. وبعد كده بقى هناخد نفس الالوان الغامقه اللي حطيناها من فوق وبعدين الفاتحه وبعدين الفاتحه، يعني هنحط نفس الالوان اللي حطيناها فوق تحت العين بس بالعكس، يعني هتبداي بالغامق وبعدين تنهي بالفاتح. كده انا خلصت دمج الاي شادو، هتيجي بقى اللحظه بتاعه اللعب في الاي شادو، اننا نحط عليه جليتر او نخليه من فوق يكون يعني اللي حباه يفضل باللون ده عادي لحد كده وقفي، اما لو انت حابه تضيفي شويه جمال لللوك شويه نقدر ناخد الباليتس اللي هي زي دي كده، اخد اللون ده ممكن احطه بس مش ده اللي هيديني النتيجه اللي انا عايزاها. انتوا فهمتوا انا عايزه لون يكون يعني افتح شويه يكسر الموضوع اللي فوق العين ده. فاخد ايه اخد ايه، هناخد اللون اول لون خالص من الباليت اللون ده، عايزه اوريكم بس البيجمنت بتاع اللون، شايفين اللون ده عجيب، وهبتدي امسحه كده شايفين اللمعه. الباليت دي مظلومة جدا جدا، مش عارفة يعني مش عارفة ازاي دي مش كل الناس جايباها. كده المفروض ان احنا خلصنا الشادو بتاعنا، ودلوقتي هنذهب لتركيب الرموش. قبل ما اركب الرموش هحط الماسكرا دي، هي برضو من عند فوريفر 52 بس كل دي فرشه ماشي اكيد ليكوا هدف،
يعني هي فرشة كبيرة جدا جدا ومليانة برودكت، لا بتكثف ولا بتطول، وحاسة تخش في عيني. يعني ليه ليه؟ عندهم واحدة تانية اللي لونها موف، لونها بينك، لونها بينك. الفرشة بتاعتها كبيرة بس مش قوي كده، بس عجيبة، انا بحبها جدا واستخدمها للعرايس لانها ووتر بروف وبحبها. لا بصوا انا مش هعرف احط منها، هي بجد صعبه. انا هحط من بتاعه انجريد اللي حطيت منها في الفيديو اللي فات، اللي هي دي اللي هي الووتر بروف دي. دي حبتها، فرشتها سيليكونيه. دي حبتها. انا بحب كمان الماسكارات بتاعت بيل، بتاعت شركه بيل، انا قلت لكم عليها قبل كده. هستخدم النهارده رموش، يس هستخدم رموش بتاعت نيفر. الرموش بتاعت نيفر تجنن يا جماعه. طبعا ده المفروض الكوليكشن الجديد من لاش ستوديو، كان اسمها كده ان شاء الله. يعني الرموش دي جودتها حلوه جدا، رخيصه جدا، دي اهم حاجه عندي. الاسعار، الاسعار يعني عجبتني جدا على فكره، متوفره في كالرز وحتة تانية كتير. بس خلوني الاول اوريكم ان في منها اشكالات بقى بالهبل. بصوا انا حبيت اللي هما لوحدهم دول اكتر، ورقيقه وحلوه وخفيفه على العين وكل حاجه. اشوف دي كده، نجرب الرمش ده مع بعض. ليه بقول لكم نجرب؟ عشان تعرفوا ان انا بتعب على ما بختار الرمش اللي هحطه في اللوك، مش بيفرق معايا خالص هو مناسب لاني شكل عين، المهم يكون حلو على اللوك بتاعي ومكمل لي اللوك. على فكرة انا حبيت جودة الرموش جدا على سعرها، يعني بالنسبة لسعرها الجودة لطيفة قوي. بص الرمش، بص الرمش خلاني انجل، مش عارف. اشوف تاني. الرمش اللي انا ركبته ده رقمه 5، اما الرمش ده رقمه 2. هو حلو قوي وخفيف وكل حاجة، بس عايزاه يبقى اطول من كده، زي يبقى بجناحات من فوق. الرمش اللي انا هركبه رقمه 4. عايزة اوريكم حاجة في الرمش بس اكتشفتها وانا فاتحة الرمش. انتوا واخدين بالكم ان الرموش فيها لون بني، فيها شعرية سودة وشعرية بني عشان تبقى ناتشرال المفروض يعني، بس حبيت الموضوع. حلو الرمش، حلو الحركة. لا وتركيب الرمش سهل جدا، ده بسبب ان هو خفيف قوي. انا خفيف خفيف جدا ما شاء الله، حلو قوي. لازم اعمل كده يعني، البت بتحلو لما بتعمل كده. لازم كل ما اجي اتصور اعمل. وخلصت كده، ركبت الرموش. الرمش اللي انا ركبته من نيفر رقمه 4. بعد كده هستخدم الايلاينر ده. الايلاينر دوت المفروض ان هو ووتر بروف من عند ميك اب فور ايفر. انا هحط الرمش ده وهبتدي ارسم ايلاينر بسيط قوي في اطراف العين كده. فهمتوا؟ حاجة بسيطة تكمل لي باقي رسمة العين. وفي العيون من قدام كمان، بما انه ووتر بروف بس ده عشان انا اول مرة بجربه عايزة اختبره يعني، فهعمل مدمع. مش عارفه الرسمه باينه قدامكم ازاي، هو انا ما ببص لتحت كده مش عجباني، ما ببص كده عجباني، مش عارفه ازاي بقى. بس الايلاينر حلو، عجبني عجبني جدا السن بتاعه. بعد كده هستخدم الماسكرا دي بتاعت الحواجب من عند فوريفر 52. خلي بالكم بس لان البروش بتاعتها بتشيل برودكت كتير، فانا لازم زي ما انتم شايفين كده اشيل كل البرودكت من عليها الاول وبعدين
بعد كده دلوقتي هستخدم الكونتور بتاع فوريفر 52. الباليت دي موجودة عندهم ودي اللي هي شبه بتاعت NYX شوية، بس دي الهايلايتر اللي فيها ليه لون شوية يعني تقدر تستخدمه، اما الهايلايتر اللي في بتاعت NYX ما مش شغال اصلا، ميت. تمام، الباليت دي اختيار مناسب جدا، ممكن معظم الميك اب ارتست يجيبوها، المبتدئين وممكن البنات اللي بتتعلم تجيبها. احلى حاجه فيها ان جواها كل الالوان، عندها برونزاج، عندها اتنين كونتور، في واحد على اورنج شويه اللي هو ده، وده اللي على جراي ينفع للكونتور بتاع النوز، وعندهم الغامق قوي ده، كمان عندهم الشيدز دي برضو على جراي، دي على اصفر، دي كومباكت باودر المفروض، والاتنين دول هايلايتر، ففيها اختيارات حلوه جدا. وانا على فكره بحب دي اكتر من بتاعه NYX، وانا قلت لكم عليها قبل كده، هاجي اوريكم. بعد كده عندهم واحده مربعه برضو، دي عندي انا بحبها جدا، بس الاختيارات فيها مش كتير. عندهم الباليت دي، الباليت دي تجنن يعني، انا كلمتكم عنها اكتر من مره، دي فيها زي كونتور وبرونزاج وكومباكت باودر في نفس الوقت، فالتشكيله اللي فيها حلوه قوي. اللي عندي دي فاتحه فواتح، لكن بيبيعوا منها درجات حلوه جدا، وفي منها لحد اللون ده بيكون غامق قوي، ينفع تستخدم كونتور وباودر وانك تنضفي بيها على الوش وكده، فحاجات حلوه قوي. انا هستخدم معاكم الباليت دي، اول حاجه هاخد اللون اللي شويه فيه سنه جراي ده، وده هحطهم على النوز، قوي بس الكونتور الكريم اللي احنا عاملينه، لان الباودر بتعتبر شلته شوية. الباليت بتاعت الكونتور دي من افضل الحاجات اللي بعشقها في فوريفر 52، باليت الكونتور الجودة بتاعتها ممتازة ممتازة، احلى بكتير من بتاعت NYX بكتير. بعد كده هاخد اللون اللي على اصفر في نفس الباليت، انضف النوز كده من هنا، وبعد كده هاخد اللون اللي على برونزاج ده شوية، بعد كده هاخد البلاشر من عند فوريفر 52. انا بحب الباليت دي من عندهم، زي ما انتم شايفين فيهم الوانات مختلفة، عندهم اللونين دول يعتبروا هايلايتر او برونزاج بيلمع، الاتنين دول ده بلاشر وده كمان ينفع كونتور، فانا هاخد اللون ده كبلاشر هستخدمه النهاردة. على فكرة عندهم درجات تانية كتير، وعندهم دي كلها بلاشر، فدي الباليت بس اللي انا جبتها. وبعد كده بالبيوتي بلندر تقدري تاخدي من المنطقة دي وتنضفي هنا كده لو انت عايزة، وهم كده كده عند برضو فوريفر 52 عندهم نفس الاسبونشات اللي هي عاملة كده. انا هاخد الكومباكت باودر اللي في الباليت دي عشان انا حابة الدرجات بتاعتها قوي، فهاخد اللون اللي على اصفر شوية ده، بعد كده هحط لون الليبستيك ده، بس انا حاساه انه هيبقى فاتح قوي، فممكن استخدم محدد يكون اغمق شويه، برضو كلهم من عند فوريفر 52، فممكن احط محدد احمر واحط عليه ده يظبطوا الاداء مع بعض، اما ده مع ده هيبقى فاتح قوي، نجرب. بعد كده هستخدم الليبستيك ده، درجته رقمها 2 برضو من عند فوريفر 52، ده فاتح جدا، كويس ان انا حطيت المحدد ده.
وبعد كده هبتدي استخدم فيكس سبراي بقى على كل وشي كده. الفيكس سبراي بتاع فوريفر 52 مش موجود معايا دلوقتي للاسف، هستخدم واحد تاني بداله انا كده كده بجربه، اللي هو ده من عند الاجيرل، وحطيت منه مره واحده بس ووهمني يعني، كان جميل جدا جدا، كان عاجبني قوي. فالمره دي انا هستخدمه للمره التانيه، هستخدم اللي فيه جليتر زي بينك كده، بس انا خايفه على الحجاب قوي من الحركه دي. حلوه قوي 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 الفيكس بلاس بتاع الاجيرل، حلوه قوي، حبيتك حبيتك من كل قلبي والله. بعد كده هنستخدم افضل برودكت برقم واحد وعشقي المعشوق في البراند دي بتاعت فوريفر 52، وهو الهايلايتر. الهايلايتر اصلا من زمان وانا بحبه، يعني كنت بحب ده قوي، كنت بعشق اللمعه بتاعته والكواليتي بتاعته، كنت بحبه قوي. بعد كده بقى طلعوا ده، يعني عايزه اقول لكم انه هو هيقعد ده شوية يعني، هيركنك حبة معلش، بس ده عجيب. هو وفي واحدة تانية مربعة، نصين نصين كده الوان، بس انا اخدته معايا الاستوديو مش موجود معايا دلوقتي. فده لا ده بجد عجيب. انا بقى هاخد اللون اللي على بينك ده ابتدي العب بيه في وشي عشان هو حلو قوي. هاخد فرشة صغنطوطة خالص، هاخد الفرشة دي اللي اسمها فايبر براش بتاعت جيسا برقمها 241، لانها مش فاهمين مش هتحط كتير، هتبقى خفيفة، وهحط تحت الحاجب من الهايلايتر اللي لونه على بينك. بعد كده هاخد نفس البراش وابتدي اركز بيها الهايلايتر في اماكن معينة. هنا كده بقى عشان نبقى جلو كده، وهنا في اول العين شويه. شايفين الهايلايتر؟ يعني مفيش هايلايتر بيعمل كده بلمسه بسيطه خالص خالص، ده انا هخففه كمان. وهاجي بقى هنا عند منطقة الخدود، هستخدم براش تكون كبيرة شوية عشان توزع لي الهايلايتر، يديني شكل صحي من غير افواره في الاضاءة في المنطقة دي. والهايلايتر رقم 4 مش عارفة انا قلت ولا لا، بس بقول تاني زيادة تأكيد. شايفين يا جماعة انتوا بجد؟ يا رب يطلع باين بجد في الفيديو زي ما انا شايفاه كده في الكاميرا. هقول لكم بقى ان ده احلى من أفرة والله العظيم. ليه بقى؟ لانه بيتحركش من مكانه، بتحطيه بيفضل في مكانه، أفرة بيطير، لازم اعمله تكنيك معين عشان ما يطرش. حط شوية هنا شوية فوق الجبهة عند منطقة الحاجب كده عشان يرفع لك الحاجب لفوق. كمان هقول لكم على حركة انا بحب اعملها ساعات، بحط الهايلايتر على الحاجب نفسه، خلي كل المنطقة بتلمع وشكل الحاجب بيلمع. مش عارفة بعمل كده ليه بس عجباني. يعني البس طرحة لونها ايه عشان ما تتوسخش؟ البس طرحة لونها فحلوقي. ما علينا، ان شاء الله تطلع حلوة ومش هبين. المهم عايزة اقول لكم بقى على المنتج الاخير من فوريفر 52، وهو السبراي ده اللي هو بيثبت الميك اب في النهايه خالص. يعني الفيكس بلس حاجه اللي هو بيدينا شويه ترطيب للميك اب، اما ده ما هو غير مثبت قوي جدا جدا للميك اب. يعني انا اتفاجئت، الحاجه الوحيده اللي مش عجباني في السبراي ده كميته، كنت كبره لنا شويه لان هو حلو بيخلص بسرعه. بستخدمه في الخروج، في عز الحر استخدمته، الصيف اللي فات كله كنت بستخدم السبراي ده، وبصراحة قوي جدا جدا. هو احلى حاجة فيه بس ان هو ينفع لاستخدام شخصي عشان الكمية بتاعته قليلة. هو يمكن الكمية بتاعته مش قليلة عند ناس، بس هو عندنا دي كمية قليلة. انا بحب الاسبراي كده علبة تكون كده مليانة على الاخر. بس حبيت اقول لكم ان ده اخر منتج انا حبيته من عند فوريفر 52. وكمان لا ثواني، استنوا هم هيمشوا وانتي اللي بتصوري يا ماما، تعالجي يا حبيبتي. كمان نسيت اقول لكم ان الكوليكشن بتاع الالوان الشتوي
العجيبة دي كلها كمان نازلة في فوريفر 52، وعلى فكرة انا حطيت اللون ده وخرجت بيه. ممكن ابقى احطه لكم في فيديو، ماني بحب افاجئكم بلون اللبس. بس وبكده نكون خلصنا الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي شير، تعملي لايك، تعملي سبسكرايب للقناة. كل مرة تعملي سبسكرايب، يعني انتي عاملة سبسكرايب تشيلي السبسكرايب وتعمليه تاني، علشان لو راح في حتة كده ولا كده. زهقت من الكلمتين دول جدا جدا يا جماعة، بس لازم نقولهم في كل فيديو للأسف، علشان ننبه على الناس ان هي تفعل الحاجات بتاعت الحاجات. وما تنسوش تدوسوا على علامة الجرس الصغيرة اللي موجودة جنب كلمة سبسكرايب، علشان دي اللي بتوصلك الإشعار أول ما بينزل الفيديو. شكرا جدا لدعمكم، شكرا جدا، شكرا جدا لدعمكم، لوقفتكم معايا، لكومنتاتكم الجميلة اللي بتحفزني وبتخليني دايما اشتغل. ادعولي ادعولي كتير، علشان انا فأشد الحاجة الى الدعاء. والله تراني تأثرت. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، وبس كل سنة وانتم طيبين. انا باخد الفاينل لوك، احط ايدي كده علشان الطرحه ما تبانش. الحمد لله الحمد لله، كل واحد مصاب، الانسان مصاب. قبل ما اسيبكم واخرج، عايزه اقول لكم على حاجه. الكومنتات قولوا لي عايزين فيديوهات ايه، عايزين ايه وانا اعمله لكم، عايزين ايه. ادوني افكار جديده حلوه تكون كويسه، ويا ريت تكون خارج الصندوق، ويا ريت تكون ما اتفحتتش 100 مره على اليوتيوب، لان انا بحب اقدم حاجه جديده يا جماعه، ما بحبش اقدم التكرار 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 التكرار. فعايزين حاجات جديده، حاجه تكون فعلا بره الصندوق. يعني انا عايزه البنات تكتب لي في التعليقات فكره فيديو بره توقعاتنا، حتى لو حاجه مجنونه انا هعملها علشان نغير الروتين، نكسر الملل. فاكتبوا لي كده في الكومنتات. طب ما نشوف في حاجه تانية اقولها قبل ما امشي. يلا سلام عليكم.